في اكتر من مكان في مقدم الخدمه بيدفع فلوس ضمان مالي، يعني مقدم الخدمه بيعمل صندوق لضمان مخاطر تشغيليه، ده مساله تامينيه اكثر لحقوق العملاء في النهايه. خلينا نقول ان شكل السوق دلوقتي اتغير برضو يا اسماعيل بيه، يعني القصه ما بقتش قصه ان البنوك هي بس اللي بتتعامل في الماركت مع المواطن او مع العميل في نظم الدفع، بقى في شركات كتيره دلوقتي هي اللي بتخش في هذه المنظومه، وده اللي يمكن احنا اشرنا اليه قبل كده بان اساسا هو الباب ده اتحط علشان كده، علشان يبدا يضم هذه الجهات المعنيه بنظم الدفع الجديده داخل او تحت طائله قانون يحكمه المشرع اللي هو في وضعنا الحالي البنك المركزي، علشان برضه يقدر يبقى له الضمانه والتغطيه الكافيه لحقوق المواطنين. فالنهارده الشركات دي دلوقتي اللي بتنزل تشتغل في نظم الدفع، لازم يكون في قانون يقدر يحمي المواطن، لازم يكون في قانون يقدر يقول ان الشركات دي لازم يكون عندها الضمانه الماليه الكافيه انها تبدا تشتغل، زي بالظبط ما انت النهارده مثلا لو جيت قلت انا بنك وعايز انزل اشتغل في السوق، لازم بيكون في ضمانه ماليه علشان تقدر تشتغل في السوق، ويقدر يضمن ان انت في حاله حدوث اي تعثر او اي ما شابه من ذلك يبقى في تغطيه لحقوق العملاء وحقوق حتى المستثمرين في هذا الامر. يعني دكتور احمد لو رجعنا لمساله الوكلاء، ويمكن حضرتك تفضلت وقلت ان القانون الجديد بيتيح يبقى في وكلاء لمقدمي الخدمه المعتمدين لدى الجهات المختصه، من وجهه نظر حضرتك يعني هنستفيد ايه من وجود وكلاء؟ هل هي مسألة انتشار لخدمة العملاء بشكل أكبر؟ وإزاي في نفس الوقت هيقدر من خلال القانون أو الجهات الرقابية إنها تحافظ على حقوق العملاء؟ يعني مع انتشار عدد وكلاء كتير من خلال وكلاء معتمدين أو شركات أو جهات معتمدة، هيبقى في وكلاء، إزاي نقدر نسيطر على هذه المسألة رقابيا ونحافظ في نفس الوقت على جودة الخدمة وإن العميل والمواطن يحصل على حقوقه في خدمة جيدة ومدفوعات مالية آمنة؟ طيب يمكن النقطة دي تحديدا أنا عايز أركز معاك على حاجة فيها أنت قلتها دلوقتي وهي جودة الخدمة. هو البنك المركزي في القانون مركز جدا على مقدم الخدمة وعلى فكرة تركيزه على هذه النقطة من مقدم الخدمة. ليه؟ علشان تقدر تحصل في النهاية على خدمات ذو قيمة وذو جودة، تقدر فعلا نقدر نقول انها كويسة للمواطن. لكن وجود الوكلاء هنا هو إتاحة لمقدمي الخدمات للتوسع بشكل أكبر في تقديم خدماتهم، ولكن أكد في القانون إلزام مقدم الخدمة نفسه بأي شيء هيصدر عن هؤلاء الوكلاء. يعني لازال مقدم الخدمة هو المسؤول عن الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الوكلاء الخاصين به في السوق، وده من ناحية يقدر يضمن النقطة اللي حضرتك أشرت ليها وهي جودة الخدمة نفسها، وفي نفس الوقت برضو يضمن حقوق المواطنين والعاملين على هذا النظام، وفي نفس الوقت يقدر يسهل لمنظمي الخدمات أو مقدمي الخدمات أن هم يكون ليهم شكل أكبر من الانتشار، نظرا لأن برضو الشركات دي في الوقت الحالي هم بيعتمدوا على فكرة الكولابوريشن علشان يقدر يقدم أو التعاون ما بينهم علشان يقدر يقدم انتشار أكبر للخدمات دي في السوق المصري، لأن زي ما أنت عارف السوق المصري هو من أكبر الأسواق اللي يعني أو بنسميها البوتنشال ماركتس، هي فيها شغل كبير جدا لو احنا فتحنا المجال وبدأنا نشتغل فعلا بشكل منظم.